نعم. يا شيخ أحسن الله إليك، مرأة ورجل، مرأة وزوجها، مرأة وزوجها أخذ يعني أخذ عمرة وطاف ستة أشواط، وفي الشوط السابع دخلوا ما بين الكعبة والحجر، ثم رجعا إلى بلدهما وارتكب العديد من محظورات الإحرام من جماع وغيره، فما الحكم في هذه الحالة، وما الحكم لو لم يرتكب أي محظور؟ الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان طوافا ناقصا لم يكن عليها أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين الرجل وزوجته طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن، وأوصيك أن تخبرهما، يجب عليهما الآن فورا أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة ويسعيا ويقصرا، أو يحفظ الرجل وتقصر المرأة، وبذلك يحلان من إحرامهما. هذا هو الواجب عليهما الآن. وأما ما ارتكباه من فعل محظور وهو صادم عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تتصلوا بهم فورا الآن إذا كان عندهم تلفون، فهذا التلفون أمامك، تتصل بهما من أجل أن يخلع الرجل ثيابه ويلبس ثياب إحرامه وأن يتجنب المرأة. نعم. ها؟ عرفوا أن العمرة باطلة. نعم. التي يعني قاموا بها وارتكبوا العديد من المحظورات وهم يعلمون أن العمرة باطلة. هو عن جهة أيضا، لأنهم ظنوا أنها لما بطلت حلوا منها، كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منها، فهو أيضا صادر عن جهل. لكن لو علموا أنها باطلة وأنهم ما زالوا محرمين، نعم، ما فعلوا شيء. هذه العمرة التي مرة أخرى تعتبر قضاء للأولى، لا هذه تكميل، ما هي قضاء، هذه تكميل للأولى، لأنهم لا زالوا الآن محرمين، لا يجوز لهم الطيب ولا أي شيء من محظورات الإحرام. ولذلك الآن أنت تعرف تلفونهم، ها؟ طيب كلمة الآن، ها؟ لا من هنا، أعطني هنا، هنا، لأن هذا واجب علينا، واجب علينا. الرسول قال إذا نسيت فذكروني.